انا عايز ارجع موضوع الاخراج ده، انه هو ده تغير تاني حصل لك؟ لسه ما حصلش بس عايز يعني في دماغي كده. انا اتمنى طبعا انه يحصل، لان انا كمان بقى غير انه انك موهوبه، وانه فكره انه انا مع فكره التغير وان الناس تجرب وتعمل لحد ما تكتشف ايه اكتر حاجه عندها شغف ليها. بس فكره الاخراج ده درستي له حاجه ولا من كتر ما اشتغلتي خدتي خبره عشان تعملي حاجه زي كده؟ انا درست اخراج مسرح في اكاديميه الفنون اصلا، كوريوغرافي يعني، درس اخراج بس مسرحي، مش طبعا مش سينما. ما اعرفش هل مع الخبره، انا دايما بحب اقعد جنب المونيتور، دايما بحب قوي اشوف الصوره عامله ازاي، بتروح عند الكاميرا تشوف العدسات، بتشوف الاحجام، بحب بسال دايما. اصل الاخراج المسرحي التكنيك مختلف تماما خالص عن التلفزيون والسينما. بالظبط. انت عايز تخرجي سينما ولا مسرح ولا تلفزيون؟ لا سينما. سينما. ما هي بادية بشورت موفي، فيلم قصير، بتقول انت هتنكدي علينا السنة دي ولا لا؟ مش هتنكدي. لا اجتماعي مثلا. ونبيل بحب النكد. سسبنس. اوكي، برضو شوية نكد هيبقى فيه اكيد. لا بجد؟ لا والله، يا خفيف قوي يعني، لازم ده معايا كده ولا حاجة. انا حاجز معاكي اول عمل كوميدي. ماشي. انا يا ريت، وانا حاجزة معاكي وانا جاهز. طب نتكلم في الحب بقى، لان في تغيير بيحصل في الحب. تغيير في الحب بيحصل على طول. يعني ايه؟ يعني ايه تغيير بيحصل في الحب؟ يعني في حد بيحب حد وبعد كده ما يحبوش؟ التصرفات ساعات بتخليك ما تحبش البني ادم، او بلاش ما تحبوش، تغيره خالص يعني. ليه بقى؟ ليه بقى نغيره؟ هل هو مثلا في طبع مش كويس فاحب اغيره، او مش عاجبني او مش مريحني؟ يعني هل ممكن حد يتغير عشان حد؟ ايوه. لا. انا كان دايما عندي الاحساس ده، حد بيتغير عشان حد ولا فكره انه اخده زي ما انا كده وزي ما هو كده ونبتدي مع بعض نشوف ايه الدنيا، يعني الموضوع هيمشي ازاي. على فكره انا محتاره في القصه دي. لا، هي الناس محتاره ايه؟ انت اتجوزتي خلاص؟ لا، محتاره في القصه دي، في انه تتكلم، هي بتتكلم البنت على فكره، ولا سيبه زي ما هو كده وتطبع على الموضوع يعني. لا، انا رايي طبعا ما فيش حد بيتغير، لكن طبعا اول لما بتدي تحبي بقى، فايه شايفاه ملاك يا ربي، اجنحه بس ايه ترفرف كده، تبتدي تعيشوا مع بعض، تلاقي يعني جناح طار اليمين. ما هو لازم يعني بعد فترة اول ما حد بيحب حد بعد فترة يطلع له حاجات تانية بقى. بالظبط. يطلع له اكس مان، حوافر. يطلع له حوافر.